التونسي في لقاء كان انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين بعد ما كان متقدم نادي الصفاقس بهدف اسماعيل داكيتي. كره في العمق الجويني ما فماش تسلل اللي قال حكم الجويني الفرشة الهدف الاول الهدف الاول جول للملعب التونسي. يعني في هجمه مرتده سريعه توصل الكره للظهير الايسر اللي ديما يعمل اضافه على المستوى الهجومي ثامر فرج وجها لوجه تقريبا مع ايمن دحمان يساريه على يسار الحارس واحتفالات لاعبي الملعب التونسي. نشوف الكره يقول هنا ما فماش تسلل للحكم. هيثم الجويني يحتفظ بالكره يلعب مع ثامر فرج ووجه لوجه يسجل الهدف الاول. غرام حمزه الغدراوي يحط الكره على الساق ويسدد وتدخل من علاء غرام. انس الشبلي يلعب مع عبد الله العامري. عبد الله العامري لاشرف الحباسي طليق من الجبنه لاشرف الحباسي الحباسي يربح على الامتار يقدم الكره يروق ممتاز الحباسي ممتاز المروقه هذه الكروس توزيع والهدف جول 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 حسين علي ممتاز التوغل رائع من اشرف الحباسي جهد كبير عمل كبير خلى الكره على السوق اليمين التوزيعه حسين علي في القائم الثاني طليق رغم قصر قام تخذى كورته وحده يسدد وفي شباك الحارس عاطف التخيلي هدف التعادل لنادي الرياض الصفاقسي وسعاده وفرح لجماهير نادي الرياض الصفاقسي بهدف التعادل شفنا راسيه جميله الحقيقه.